جدا على تويتر على موضوع الاربعه الاجانب. لماذا النهارده اتلعب او لعب نادي الزمالك في مباراته اليوم امام انبي وكسب 2-1؟ الحقيقه في مباراه كانت ممتعه في الشوط الثاني وفي شوطها الاول الزمالك تسيد الشوط الاول، وانبي الحقيقه تبادل السيطره مع نادي الزمالك في الشوط الثاني، وكانت مباراه حلوه جدا واحنا قاعدين بنتفرج عليها. ولكن ناس كتيره بعتت لي وقالت لي يا كابتن هو ليه الزمالك بيلعب باربع لاعبين اجانب في الملعب؟ اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان ده كانت اللائحه السنه اللي فاتت اللي عدلت مع بدايه هذا الموسم. ان السنه اللي فاتت كان من حقك يبقى عندك اربع اجانب ولكن ثلاثه فقط في الملعب، هذه اللائحه عدلت مع بدايه هذا الموسم واصبح من حقك كنادي ان انت يبقى عندك الاربعه الاجانب تستفيد من الاربعه، يبقوا موجودين في الملعب او اثنين في الملعب واثنين بره، ثلاثه في الملعب واحد بره وينزل، مفيش اي مشكله في هذا الموضوع. وبالتالي ما حدث هو تصرف قانوني 100%، يعني صعب جدا جدا ان احنا نشوف ان نادي كبير ان هو يحصل فيه مثل هذا الخطا الاداري، يعني صعب جدا. فانا بس حبيت ان انا ارد على حضراتكم من خلال كل المسج، جالي مسجز كثيره جدا على هذا الموضوع. فاللي عايزكم حضراتكم تعرفوه ان اللائحه عدلت مع بدايه هذا الموسم واصبح من حق كل نادي ان يستفيد بالاربع اجانب بشكل كامل، الاربعه في الملعب، الاربعه قاعدين احتياطي، الاثنين في الملعب واثنين قاعدين احتياطي، كيفما يختار المدير الفني لاي فريق كيفيه اختياره بقى مين اللي يلعب ومين ما يلعبش. ده كان موضوع مهم جدا حبيت اتكلم فيه مع حضراتكم، بناء على زي ما قلت لكم انا عندي تو تيمز في الاعداد، مجموعه الشباب اللي موجودين معايا هشام وعاطف وحازم وعبد الحميد، كل الناس اللي موجوده الحقيقه كلهم ناس محترمه اسمائهم في جرايدهم المختصه، ولكن في نفس الوقت انا باخد النص الثاني حضراتكم اللي حضراتكم بتكتبوه بنحاول قد ايه نعلق عليه ونقول لكم ان لا في واحد صح، في اتنين غلط، في ثلاثه صح، دايما بنحاول نعلق لحضراتكم على هذه الامور. النهارده الحقيقه كان في مباراه في ختام دور الجوله ال 22 لبطوله الدوري الممتاز ما